لو عايز تتجوز وتشتري شقة ملك وباسمك، دلوقتي بقى سهل جداً إنك تشتري شقة بسعر قليل وهتقسطها براحتك، والقسط مش هيزيد عن 1300 جنيه، وبنك مصر كمان هيساعدك تدفع الفلوس بسهولة وتاخد الشقة في المكان اللي تختاره. أنا ماريا مجدي، وخليك معانا علشان تعرف كل التفاصيل. بنك مصر بيقدم مفاجأة لكل شخص هيتجوز وبيدور على شقة تكون ملكه بعيد عن الإيجار، وعلشان هو عارف إن أسعار الشقق غالية بيوفر لك قرض التمويل العقاري اللي تقدر تدفع منه تمن الشقة وتسدده بقسط شهري 1300 جنيه، يعني أقل من تمن الإيجار اللي ممكن تدفعه في أي شقة. وبيوفر الخدمة دي للموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية أو الخدمية، لكن بشرط إن دخلك الشهري ما يقلش عن 3000 جنيه. كل اللي مطلوب منك بقى علشان تقدم في القرض ده وتستفيد منه إنك تجهز صورة من بطاقتك وتقدم إيصال كهرباء أو غاز أو مية أو تليفون يكون بيوضح عنوان السكن، لكن بشرط ما يكونش عدى عليه أكتر من 3 شهور. وكمان هتقدم خطاب تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب على البنك، ولو بتشتغل في أعمال حرة يبقى تقدم صورة من البطاقة الضريبية وصورة من ترخيص مزاولة المهنة. أما لو أنت صاحب نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي، بتقدم صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي ما يكونش مر عليه أكتر من 3 شهور. كل الورق ده بالنسبة لك أنت، لكن في ورق تاني يخص الوحدة السكنية، أهمهم إنك تقدم رخصة البناء وسند ملكية وشهادة من الضرائب العقارية بتوضح إن الضرائب على الوحدة السكنية مسددة بالكامل، وكمان تقدم شهادة تصرفات عقارية لمدة 15 سنة. ولو هتشتري من جهة حكومية، بتقدم موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة على نقل الملكية للمستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك. أما لو الوحدة مش متسجلة، بتقدم عقدها وصورة طبق الأصل من رخصة البناء. ولو حسيت إن الورق المطلوب ده كتير، فمزايا التمويل العقاري تستاهل. أولها إن نسبة التمويل بتوصل ل 80% من قيمة الوحدة اللي هتشتريها، ومدته بتوصل ل 20 سنة وبأقل مصاريف إدارية. وكمان بيقدم لك وثيقة تأمين على الحياة وأقساط شهرية ثابتة مش بتزيد عليك، والحد الأقصى للقسط ما بيتعداش ال 40% من دخلك. والمفاجأة الأكبر بقى إن بنك مصر بيقدم تمويل يساعدك علشان تشطب شقتك أو تجدد فيها سواء كانت متسجلة أو لأ، يعني سواء هتشتري أو هتشطب، في الحالتين هتبقى مستفيد. وقيمة التمويل بتوصل لمليون ونص، تقدر تسددهم على 120 شهر. ومن مميزات التمويل كمان إنه بيقدم لك تأمين مجاني على الحياة، وفي حالة الوفاة البنك مش بيطالب الورثة بتسديد أي مستحقات. بس خد بالك، في قرض تشطيب الشقة لازم دخلك الشهري ما يقلش عن 1000 جنيه، والورق المطلوب والمستندات هي نفس الأوراق اللي بتتقدم في حالة التمويل لشراء سكن، بس هتضيف عليهم مقايسة من المهندس الاستشاري أو المقاول اللي هيقوم بتشطيب الشقة. وفي النهاية كل دي محاولات من بنك مصر علشان يسهل على المواطن الحياة المعيشية، خصوصا إن أغلب الناس بتتمنى إن يبقى عندها شقة ملك بدل مرمطة الإيجار والدفع كل شهر، لكن بتبقى أسعار الشقق غالية عليهم.